الجابري مشى لعبد الرحمن الله يرحمه، عبد الرحمن ريح، قال له شوف يا عبد الرحمن، انا كنت شغال بتاع ديكور في سوق ام درمان ده في الجلود وعايش في امان الله، انت دخلتني الغنى، حس انا بعد عملت لي اسم وشهره وجماهير قالوا دايرين يرفضون، فكده تديني اغنيه الحق بيها. فقام عبد الرحمن عنده هول كده، صاله كده بيقعدوا فيها الفنانين ويقعد براو، فبدخلهم كل دي اغنيه يطلعوا يسمينا العياده. فقام قال له كده ودي الجابر اقعد برا كده. فقال بعد نص ساعه كده قال له يدخل اقعد. طبعا عبد الرحمن بيغني وبيعزف عود، فقام قال له مزاجك رايق بتحفظ؟ قال له ايه. قام غنى لي حكمه والله وحكايه. فقال قعدت ساعه حفظتها وحفظت اللحن، اليوم الثاني مشيت سجلتها للاذاعه. قال لمده سنه كامله كانت الاغنيه الاساسيه فيما يطلبه المستمعون.